السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اذا جيتكم بفيديو جديد اليوم، فيديو تجميلي. اذا بعد ما كنا يعني في الحجر المنزلي دائما الدار الدار، والان خرجنا للشمس، على بالكم راح يصرى اضرار كارثيه للبشره تاعنا. خلينا من التصبغات والنمش اللي راح يظهر بعد ما كنا في الظلم بعد خرجنا للشميسه. اذا الوقايه الوقايه ثم الوقايه. اللي عندها ايكرون توتال غير ديرو قبل الخروج ب 20 دقيقه ولا نصف ساعه باه تخرج. واللي خرجت وكحل لها وجهها ولا صار لها تصبغات ولا اي شيء، انا راح ندير انا هذا الكريم الطبيعي من الخيار. انا درته وكيعجبني راح نحطه لكم. انا عندي يومين وانا نستعمل فيه، اذا حبيت نفيدكم معايا. قلت علاش لا، حبوباتي فراشاتي ندير لهم هذا الكريم الطبيعي، على خاطر عجبني بزاف بزاف بزاف، يرطب ويصفي الوجه، على خاطر كما عرفتوا بلي انا كنت في الجبال هامله، اذا وجهي كامل كحال. اما لا، درت هذا الكريم الطبيعي، شوفوا يعني كملتها انايا. بعد ما كملتها قلت ندير لكم شتو انانيه. اذا نبداو على بركه الله. بسم الله. واش عندي؟ ما عندناش مكونات بزاف. عندي حبه تاع خيار نغسلوها مليح، عندي انشا، وعندي زيت الجليسرين الكابتن، هذه تلقاوها عند لافارماسي ولا عند بائع الاعشاب، ولا تقدروا تستغنوا عليها. دوك نعطي لكم البديل. اذا اول حاجه واش عندي، نقطع الحبه تاع الخيار. يعني الواحد يدير حبه تاع الخيار ولا يدير نص حبه عفوا تاع الخيار. الحاجه الاولى نبشر هذا الخياره في سكرفاج الرقيق كامل، ماشي لازم باه نتحصلوا على العصاره تاع الخيار. اذا هكذا باش هذاك الماء يخرج كامل. شوفوا هاك، تعرفوا بلي الخيار مليح بزاف للبشره وحتى للصحه وللريجيم، وحتى نول هذاك انتفاخ العين او اسوداد اللي تحت العين، يعني ينحي الارهاق العينين، يعني مليح بزاف للبشره. وهذا الكريم هذا والله يعني رائع، حتى انه فيه ريحه الخيار. جربوه، خليه يعني ديروه كريم يومي ليلي، يعني ننصحكم ديروه كل مساء ولا يعني في الليل، ما ديروهش الصباح. خلاص كي الوحده تخرج تدخل تروح مباشره دير هذا الكريم. شوفوا اللي بشرت النصف الاخر، نزيد نبشر هذا. اذا هاي ليكم، شوفوا كيفاش رطب. الان واش ندير؟ نخرج هذاك الماء كامل، صفاية مع اناء اخر ولا كما حبيتو. لازم نتحصل على هذه العصره تاع الخيار هكا. من بعد نبدا نعصر. شوف راح تخرج لي كميه ما شاء الله، خاصه اذا كنتو زوج بنات ولا ثلاث بنات في الدار تقدروا تشاركوا هذا الكريم المسائي، يعني نسميه كريم مسائي ماشي تاع الصباح، باه الوحده كي تخرج هكا. خاصه ذواتي البشره البيضاء كما انا، يعني انا صراحه كل ما نخرج حساسه بشره تاعي بالبزاف، نحمر نحمر لدرجه ما تتصور، وليت طوماطيشه، ومن بعديك بعد ما نحمر نولي كحله، يعني تمتم، يعني اسبوع صراحه خرجت ثلاث ايام ولا كحلت. اذا وانا ما نبغيش كي نولي كحله. شوفوا نعصر مليح مليح، هذا لازم نخرج كامل هذا العصاره. اذا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. شوفوا هاي ليكم. لهنا واش نزيد؟ ندير ملعقه صغيره تاع نشا. شوفوا ندير هذه الملعقه كبيره صغيره، شوفوا على حساب الكميه، ما لازمش تكثروا بزاف ان شاء الله، خاطر تولي عقده بزاف، لازم تجي شويه كريمه ماشي عقده بزاف بزاف بزاف، وكان تكثروا ان شاء تعقد لكم. هما لا، واش نديرو؟ نديرو مثلا نقولوا خمسه ربع ملاعق ولا خمسه تاع ماء الخيار معها نصف ملعقه تاع نشا.
المهم عينكم ميزانكم. هذه دوكا ونديها نحطها فوق حمام مائي مع التحريك المستمر. كما راكم تشوفوا راني درت كسرونه وحطيت عليه هذا الخليط هذايا. شوفوا نبقى نحرك نحرك حتى يبدا نشوف بيه نشوف فيه حب يبدا يعقد يعني مع التحريك المستمر. اذا كما راكم تشوفوا هاهو ليكم. شوفوا شحال شباب ريحتو تهبل تهبل والله صراحه. شوفوا شوفوا اللون تاعو شحال شباب. الان واش ندير له؟ انا ندير له زيت الجليسرين هذايا. هذا الزيت هذا مليح بزاف بزاف، تقدروا تستغناو عليه ماشي شرط، تقدروا ديروا له حتى زيت زيتون ولا زيت اللوز الحلو ولا المر كيما حبيتوا. شوفوا ندير الكميه، يعني قلت لكم تقدروا تستغناو عليه بصح يعطي ترطيب يعني هايل للبشره هذا الزيت روعه. شوفوا نخلط مليح 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 هذا الخليط كما راكم تشوفوا، بحاجه طبيعيه بحاجه موجوده في كل بيت. درنا هذا الكريم الطبيعي والصحي في البيت، يعني الوحده ماشي شرط تروح تشري وتكلف نفسها ولا به تقول روح بهنا ثاني بالبشره تاعي ولا بالجسم تاعي ولا بشعري ولا راح نشري حاجه غاليه ولا. شوفوا بحبه تاع خيار وانتم درتوا كريم لترطيب البشره باه تنحي والنمس ولا باه يعني خاصة اللي عندهم هذوك جفاف البشرة ولا اللي عندها البشرة تاعها يعني فيها قشرة ولا، ديروا تقشير مرة في 10 أيام قهوة تلوى يعني تلوى ولا سكر مع زيت الزيتون ولا، وديروا ولا حتى بصابون والشب وديروا كل مرة على مرة ديروا اي كريمة طبيعية في البيت. على بالي بلي اغلبية تاع النساء مساكن ما عندهمش باش يشريو، ما عندهمش باش يشريو هذوك يعني مواد التجميل ولا لي ماسك كامل. اذا ما عليك الا واش عندك في الثلاجه تاعك، يعني شوفوا شحال شابه هذه الكريمه. اذا ان شاء الله يا ربي يكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها وتشكروني عليها. انا ننصحكم ديروها لخاطر انا راني درتها قبلكم بيومين وعجبتني بالبزاف هذه الوصفه، واراهي انا الكريمه تاعي يعني راني كملتها يعني شوفوا مره على مره تقريبا راني كل ليله ندير منها كما راكم تشوفوا، ما تبانش خلاص خليوها. ننصحكم تباتوا بها، ديروها هكذايا غسلوا وجهكم مليح من بعد نشفوه شوفوا يعني ما تبانش خلاص. ها كي شغل ما درتو والو الا حكيت نشف مال هذيك المايزين هذيك تولي هكا تبان بلي كي شغل فارينه ولا هذيك حاجه عاديه. بصح ننصحكم انه ديروها مع العشيه كامل، ما ديروهاش مع الصباح كي تدخلوا من برا ولا ديروها كريم للترطيب ليلي وباتوا به للصباح غسلوا وجهكم عادي. اذا هذه خلي انا دوكا نخليها تبرد ونديرها في باطه اخرى يعني في علبه زجاجيه اخرى ونديرها في الثلاجه ونديرهم انا يوميا حتى كي تخلص نحبس نبدل حاجه واحده اخرى. يعني كل مره واش ندير ماشي نشد فيها دائما دائما دائما. وهذه الكريمه تنفع لجميع انواع البشره. اذا نقول لكم خياتي خليوا لي تعليقاتكم وبارطاجيو الفيديو يعني طبعا فضلا وليس امرا. ما تنساوش جمال الفيديو وتهلاو في روحتكم والى الملتقى ان شاء الله.